بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم مصطفى الرماحي والدرس الأول من الرسم الهندسي. الموضوع الأول يعتمد على هذني القوانين. طبعا هذه القوانين يجب حفظها، لا تأتي ملحقة مع الأسئلة. كل اللي علينا أنه نسوي هذا الجدول، وهذا الموضوع يعطينا نقطتين، هذه نقطة وهذه نقطة. الرقم هنا هكذا: اكس واحد واي واحد، اكس اثنين واي اثنين. نرجع عندنا القوانين. هاي اول فقرة اللي قبل الفور، هاي استعملها بس مرة واحدة، مجرد استخرج بيها هذا السطر. هذه اطلع بها الخطوة اللي بها رقم، اللي هي هاي. والخطوة الثالثة استخرج بها الخطوة اللي ما بها رقم، اللي هي هاي. بعد من اريد استخرج الخطوة الثانية او الثالثة، ارجع اطبق، ما اطبق هاي، اطبق هاي، واللي ما بها رقم اطبق هاي. راح نشوف شلون نطبق ونصمم الجدول. يقول هنا أنا عندي نقطتين: صفر بصفر، خمسة بخمسة، اكس واحد واي واحد، اكس اثنين واي اثنين. اجي اطبق اول شي، اكس يساوي اكس واحد، إذن اكس يساوي صفر. من اخرته اكس يساوي اكس واحد، هذا اكس واحد، إذن اكس يساوي صفر. واي تساوي واي واحد، إذن هذا الواي واحد، هذا الواي واحد، والواي إذن تساوي صفر، تساوي صفر. ايش عندي صار؟ عندي الدي اكس يساوي اكس اثنين ناقص اكس واحد، اكس اثنين ناقص اكس واحد. اكس اثنين ناقص اكس واحد، اكس اثنين خمسة، ناقص اكس واحد صفر، اذا دي اكس يساوي خمسة. دي واي، واي اثنين ناقص واي واحد، خمسة ناقص صفر خمسة. الاي شنو قانونها؟ دي واي على دي اكس ناقص خمسة بالعشرة. دي واي اللي هي هاي، على دي اكس اللي هي هاي، ناقص خمسة بالعشرة. إذن دي واي على دي اكس يساوي واحد، خمسة على خمسة واحد، ناقص خمسة بالعشرة راح تبقى لنا بس خمسة بالعشرة. راح أجي أرتب اللي طلعتهن. أول خطوة الاكس صفر أخليه صفر، الواي صفر أخليه صفر، الاي خمسة بالعشرة اللي هي استخرجتها دي واي على دي اكس ناقص خمسة بالعشرة. واحد ناقص خمسة بالعشرة راح تبقى لي خمسة بالعشرة. راح أجي أكمل الجدول. قلنا هاي الخطوة، هذا القانون إلى الخطوة اللي بيها رقم، يعني 4i 1 2dx، 1 2dx شقد dx؟ خمسة، يعني عندي خمس خطوات. شقد عدد الدي اكس؟ هو راح يمثل لي عدد الخطوات على مود اعرف منه الحل صحيح او لا. يعني الدي اكس يساوي خمسة، صار عندي خمس خطوات. الدي اكس يساوي عندي اربعة، صار اربع خطوات. دي اكس اثنين، عندي خطوتين. ايش راح يقول هنا؟ بلوت اكس بواي، بلوت. طبعا هذا الجدول قسمه هيج، اي
plot AXY. إذن plot X بواي، إذن صفر بصفر، صارت عندي صفر بصفر يكون while E أكبر أو يساوي صفر. إذا تحقق عندي هذا الشرط الإي أكبر أو يساوي صفر، أرجع أشوف هنا الإي أكبر أو يساوي صفر، أي أكبر أو يساوي صفر اللي هو 5 بالعشرة اللي هو هذا. إذن أكبر أو يساوي صفر، إيش راح يقول هنا؟ راح يقول الواي يساوي واي زائد واحد. إيش قد الواي هنا؟ صفر، أرجع أزوده واحد، صفر زائد واحد واحد. الإكس مع طول هنا ما ذكره أنزله نفسه، الإكس بهاي الخطوة ينزل نفسه. الإي يساوي إي ناقص واحد، الإي 5 بالعشرة ناقص واحد ناقص 5 بالعشرة. وراها أجي على الخطوة الثانية اللي هي بدون الخطوة اللي بدون الرقم، يقول إكس يساوي إكس زائد واحد. إيش قاعد عندي هنا الإكس بالخطوة اللي قبلها؟ صفر زائد واحد واحد. الواي ينزل نفسه، زين هنا أنا شي يصير عندي قانون الإي، الإي يساوي إي زائد دي واي على دي إكس، الدي واي على دي إكس إيش قد؟ 5 بـ5 زائد إي بالخطوة اللي قبلها، إذا سالب 5 بالعشرة زائد واحد تبقى لي سالب 5 بالعشرة. سوري موجب 5 بالعشرة. أرد أسوي الخطوة رقم 2، أرجع أسوي خطوة رقم 2، أبدي منه بولت أكس بواي، أخذ الخطوة اللي قبلها، شقد الإكس؟ واحد، شقد الواي؟ واحد. إذن الخطوة راح تصير عندي واحد بواحد، راح أجي أكمل. الواي يساوي واي زائد واحد، راح أشوف الواي يساوي واي زائد واحد. الواي ايش قد عندي هنا؟ واحد، أزوده واحد صار 2. الإكس بهاي الخطوة ينزل نفسه، الإيش يساوي هنا؟ إي ناقص واحد. الإيش قد هنا؟ 5 بالعشرة ناقص شنو قانون شو اسمه؟ ناقص واحد. إذا 5 بالعشرة ناقص واحد راح يساوي سالب 5 بالعشرة. أنتقل على الخطوة اللي وراها، اللي هي هاي إكس يساوي إكس زائد واحد. أجي أخذ الإكس، هذا واحد، أزوده واحد صار 2. الواي ينزل نفسه، القانون مال الإي شي يقول؟ يقول الإي زائد دي واي على دي إكس، الدي واي على دي إكس اللي هو واحد، زين عندي 5 بالعشرة، 5 بالعشرة زائد واحد. سوري من وين وصلت؟ وصلت هاي الخطوة، سالب 5 بالعشرة زائد واحد، أوكي صار عندي 5 بالعشرة مضبوط. وهكذا مع بقية النقاط. عندي ملاحظات هنا بهذا هذني أول مجموعة من القوانين تستخدم في البداية فقط، بعدين هذني القوانين تستخدم لاستخراج الخطوة اللي بها رقم، وهاي الخطوة اللي ما بها رقم. بعدين هنا الإكس ينزل نفسه، هنا الواي ينزل نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.